خبر عاجل، مقتل الممثلة المعروفة هالة طارق نتيجة تعرضها لطلق ناري من رجل الأعمال محمد السيوفي، ولم يرد لنا أي تفاصيل من وزارة الداخلية حتى الآن. مفاجأة مش كده؟ ازاي؟ هو محدش قالك ان انا بسبعة ارواح؟ قبل ما تسأل ازاي؟ اتفرج على الفيديو ده. بقيت محمد مستولي على كل حاجة. سايب لي 10% للأسهم في الشركة. وخد فلوس أبويا وهربها كلها بره على حسابات سرية. كان بيلعب بيا وفلوسي واستغل غيابي. هتعمل إيه؟ أول حاجة هخلص من الزبالة اللي بيصرف عليهم. ونعرفوا إن الحكومة كده كده بتدبر له حاجة عشان تحبسه. بس لو اتحبس بالطريقة دي أنا هخسر فلوسي. مش هوصل لها طول عمري. ناوي على ايه يا عيسى؟ انا بقسوة قضية قتل هالة طارق.